في البواخر الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقفلها ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها ليها طريقة في البواخر الدنيا دي لما تصحتك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ردك وبتبقى حاسس فجأة انك لوعب حاجة بتقفلها ولما تقلب وشها عليك في يوم وتتعوج لك مستحيل تعادلها وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ردك وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة قدامك الف فيف لكن لو تبقى فارس ترقص لك الغواسي تبقى حاسس فجأة انك لوحدك وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك بس الحقيقة ان في نفس الدقيقة